في مكان اتفاق الرياض ينص على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال 7 أيام من التوقيع، جاءت عودة رئيس الوزراء مصطحبا عددا محدودا من وزرائه فقط لتضع مزيدا من التساؤلات عن الاتفاق ومصيره. أهلا بكم. يرى البعض أن هذا ليس سوى تعبير حقيقي عن طبيعة الاتفاق، والذي يراد منه توفير وجود شكلي لحكومة ضعيفة لا مهمة لها سوى شرعنة وجود القوى التي تتبع الخارج وصرف رواتب مقاتليها وموظفي الدولة. بحسب هؤلاء فإن الاتفاق الذي رعته السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي لم يحوي ضمانات حقيقية لتطبيقه، ناهيك عن كونه يصب في صالح شرعنة الجماعات الموالية لأبو ظبي. وإذا كان أقل بنوده أهمية عودة الحكومة لم ينفذ بشكل كامل، فإن الاتفاق سيكون عرضة للانهيار في اللحظة القادمة حين يحين موعد باقي الاستحقاقات. آخرون يرون الاتفاق بحد ذاته إنجازا كافيا في ظل الظروف القائمة، وإن المعوقات واردة في أي عمل سياسي. عودة الحكومة إلى عدن وممارسة مهامها من هناك سيبقى مرهونا بتحقيق تقدم في باقي البنود الموقع عليها، وهو ما يتم العمل عليه الآن بالاستفادة من الأدوار التي توديها الأطراف الخارجية الراعية للاتفاق. للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من الرياض مستشار وزارة الإعلام دكتور فيصل العواضي، ومن عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك دكتور العواضي. إذا عاد رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء لكن لم يسمح للحكومة بالعودة بشكل كامل بكامل قوامها لممارسة مهامها من عدن، هل يعني هذا أن الاتفاق في طريقه إلى الفشل؟ دكتور فيصل؟ دكتور فيصل هل تسمعني؟ هناك إشكالية في التواصل إذا مع الدكتور فيصل. إلى حين ذلك أسأل ذات السؤال المشترك إليك سيد المودع. إذا عاد الرئيس الحكومة وعدد من الوزراء لكن لم يسمح للحكومة بالعودة بشكل كامل بكامل قوامها لممارسة أعمالها من هناك، هل يعني ذلك أن اتفاق الرياض في طريقه إلى الفشل برأيك؟ مساء الخير وتحية لك ولضيفك الدكتور فيصل. يعني عودة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء هذا هو ما كان يحتويه النص الأصلي للاتفاق، وبالتالي يعني الاتفاق لم يشر إلى الحكومة، هو أشار للرئيس الوزراء تحديدا، وبالتالي لا نعتبر هذا بأنه لم يتم تنفيذ الاتفاق في هذه الجزئية بالذات. لكن بشكل عام يعني كما ذكرت أنت في بداية الحوار قلت بأن الاتفاق مضمون الاتفاق وأهداف الاتفاق في النهاية ستؤدي إلى حالة من الشرعنة للانفصاليين والشرعنة أيضا لدولة الوصاية التي ستكون السعودية تقريبا وحدها بعد الانسحاب الإماراتي، لأنه وفقا للاتفاق ستكون السعودية مسؤولة عن إدارة الحكومة إلى حد كبير، لأنها هي التي ستشرف على عملية الدمج للقوات الأمنية والعسكرية، هي التي ستسحب الأسلحة الثقيلة، هي التي ستحدد مهام هذه القوات، وبالتالي لن تكون الحكومة هي من تدير الشأن الأمني والشأن العسكري، وإنما السعودية التي سميت في الاتفاق بقيادة التحالف، ولكن نعرف بأنه لم يعد هناك تحالف فعلي بعد أن انسحبت الإمارات إلى حد كبير على الأقل من الكثير من المهام، ومنها المهام المباشرة في إدارة الشأن في عدن. لهذا الاتفاق هو في الأساس اتفاق ليس لديه أهمية سياسية فيما يتعلق بعودة الدولة أو
يعني في الهدف الأساسي الذي يترجاه اليمنيون وهو عودة الدولة، لأن هذا الاتفاق هو أمر سيزيد تعقيد الأزمة اليمنية وسيضيف لها مشاكل جديدة، وهو انحراف عن الأهداف الأصلية التي قام من أجلها التحالف وقامت من أجلها الحرب. الحرب لم تقم من أجل أن تدمج الانفصاليين أو تضعهم على في داخل السلطة الشرعية، ولا أن تقوي مواقفهم ومواقعهم كما هذا الاتفاق سيعمل بشكل أو بآخر. لهذا السبب لا أظن بأن لهذا الاتفاق أهمية فيما يتعلق باستعادة الدولة. إضافة إلى ذلك، الكثير من البنود في داخل هذا الاتفاق لا يبدو بأنها ستطبق كما ورد في النص، أهمها دمج القوات وجعلها تحت قيادة واحدة، وهذا أمر مستبعد جدا. يعني ليس هناك أولا نواة لقوات ما يسمى بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية في عدن ليتم دمج القوات الانفصالية فيها، وبالتالي القوة الأكبر حاليا في عدن أو حتى كانت من قبل أن يسيطر الانفصاليون على عدن، كانت القوة الرئيسية هي القوة الانفصاليين التي أنشأتها الإمارات، ما يسمى بقوات الحزام الأمني وغيرها من التسميات ومكافحة الإرهاب والمنشآت وغيرها. وبالتالي القوات ستكون في عدن حتى لو تم تطعيمها بقوات أخرى، أيضا لا نستطيع أن نقول عليها بأنها قوات جيش وطني. يعني الحماية الرئاسية، نعرف أن الحماية الرئاسية التي هي بزعامة ابن عبد ربه منصور معظم أفرادها من أبين ومن شبوة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأن هذه جيش وطني، إضافة إلى أنها ستكون عددها قليل جدا مقارنة بقوات الانفصاليين، وبالتالي ستكون القوات في عدن وفي حولها معظمها والغالبية العظمى منها هي قوات تتبع الانفصاليين، وبالتالي حتى لو كان هناك وزير داخلية لا يتبع الانفصاليين بشكل مباشر وسيكون نائبه من الانفصاليين كما يتم الترويج والعكس، أو نائب وزير دفاع أو وزير دفاع، في هذه الحالة ستكون عمليا عدن تحت المسؤولية الأمنية هي لدى هذه القوات، وستبقى الحكومة مشلولة أو ضعيفة وتحت رحمتها، وسيبقوا أشبه بضيوف كما كان الحال، شبيه بما كان الحال عليه قبل أغسطس. يعني قبل أغسطس كنا نعرف بأن رئيس الوزراء والوزراء يتحركون بموافقة إماراتية ويمارسون عملهم بكل حذر وخوف، وحتى رئيس الوزراء عندما تعين وذهب إلى عدن تعهد بأنه لن يتدخل في الشؤون السياسية خوفا من أن يرفضه الانفصاليين، وبالتالي الوضع هو شبيه بما كان عليها الحال قبل أغسطس. تغير الآن أن الوصاية انتقلت من الإمارات إلى السعودية. يعود إلينا دكتور فيصل العواضي، أو أرحب به من جديد، أرحب بك إذن وكيل وزارة الإعلام دكتور فيصل، أو عفوا مستشار وزارة الإعلام دكتور فيصل العواضي، أهلا بك معنا. أسألك السؤال المشترك ذاته الذي طرحته على ضيف الآخر السيد المودع، لم تعد الحكومة بكامل قوامها إلى عدن، هل يعني ذلك أن الاتفاق في طريقه إلى الفشل؟ دكتور فيصل، دكتور فيصل هل تسمعني؟ هناك إشكالية يبدو من الاتصال من المصدر هناك في الرياض، على كل حال سنعمل على حل هذه الإشكالية. دكتور سيد المودع، يعني في سياق أنه الحديث عن مسألة أن القوات الموالية للإمارات في نهاية المطاف كانت قد عملت على طرد عناصر من الحكومة أو وزراء في الحكومة أو حتى الحكومة بشكل عام في أغسطس،
كيف يمكن أن يعني اعتبار الآن التعامل مع الوضع الآن بعد عودة هذه الحكومة على أنه ليس انتصار لها، خاصة بما أن الحكومة في حد ذاتها هي ذاتها التي يعني خرج الانتقال مطالبا بأن تتغير وأن تعزل وأنها فاسدة إلى آخره من تلك الاتهامات التي كانت حين كانت هذه المواجهات. يعني هل تمثل هذه العودة نوعا من الانتصار أم لا؟ طبعا العودة كما ذكر هو فقط عودة من أجل صرف الرواتب والإشراف على الخدمات، وهؤلاء الذين ذهبوا إلى عدن يفترض بأنهم لن يكونوا أو بعضهم لن يكونوا ضمن الحكومة أو التشكيلة الحكومية التي أيضا وفقا للاتفاق افترض بأن تعلن يوم 4 إلى 5 ديسمبر القادم. حسب الاتفاق أن ستتشكل، لم يذكر حكومة، ولكن سيتم الإعلان عن 24 وزير في هذه الفترة، وهذا طبعا أمر يبدو مستبعدا بالنظر إلى الخلافات والصراعات لمن ستعطى الحصص التي قيل بأنها نصف للشمال ونصف للجنوب. الصراع لا زال سيكون محتدم، وكما نعرف هناك مطالبات جهوية وهناك مطالبات سياسية، وبالطبع يعني سيكون هناك صراعات كثيرة حول هذه الحكومة. وفي حال تم إعلان عن هؤلاء الوزراء لن يتم ذلك إلا بضغط سعودي وبفرض السعودي في نهاية المطاف على جميع الأطراف فرض الأسماء. ومن ثم هؤلاء الوزراء الذين ذهبوا إلى عدن لم يذهبوا ليمارسوا سلطاتهم كاملة، وبعضهم كما نعرف هم من سكان عدن، وأنهم يعني لم يكن لهم أي دور في الصراع الذي حدث في أغسطس، بما في ذلك رئيس الوزراء. يعني هؤلاء من الشخصيات التي نستطيع أن نقول بأنها شخصيات محايدة. يعني لكن هل هي محايدة سيد المودع، هل هي محايدة بالفعل أم أنها تنتهج في عملها نهجا مختلفا عن مثلا ما ينتهجه مثلا وزير النقل أو وزير الداخلية من تصريحات حادة على وسائل الإعلام؟ يعني هم ربما ينتهجون نهج العمل بصمت. أتحدث عن رئيس الوزراء، هناك كثير من يدافع عنه بهذه الشاكلة، أنه ليس بالضرورة أن يقول، أن يأخذ موقفا شعبيا أو أن يأخذ موقفا سياسيا، بل الأهم أن يعمل هذا الموقف بشكل غير مباشر بحيث لا يدخل بصدام علني مع الجماهير المحتقنة إلى حد ما ضد الحكومة. يعني علينا يعني بغض النظر عن شخصية رئيس الوزراء أو شخصية الوزراء، هناك وضع مختل منذ البداية، منذ أن أصبحت عدن خارج سيطرة الحوثيين تحولت عدن عمليا إلى مدينة يديرها الانفصاليون، وكان ينبغي على أعضاء الحكومة حينها ورئيس حكومة أو غيره ألا يقبلوا، إن كانوا صادقين مع أنفسهم، ألا يقبلوا بأن يعملوا في ظل السلطة لا تعترف بالجمهورية اليمنية. طيب. ولا تعترف بهم. وبالتالي هذه كانت الغلطة الأساسية. سنتوقف هنا، المعذرة منك، يعود إلينا الدكتور فيصل العواضي. أرحب بك من جديد دكتور فيصل، هل تسمعني؟ مرحبا بك وزوجتك الكريم وبالإخوة مشاهدين قناة القيد. عظيم، حياكم الله. إذن دكتور فيصل، أسألك ذات السؤال المشترك الذي بدأت به الحلقة مع ضيفي سيد المودع. لم يسمح إلى الآن للحكومة بالعودة بكامل قوامها لممارسة مهامها من عدن، هل يعني هذا أن الاتفاق في طريقه للفشل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كان في تصريح أو لقاء لدولة الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء مع قناة سبوتنيك الروسية، وضع فيها النقاط على الحروب، وقال أن هناك يعني بدأت الخطوات التنفيذية على الأرض
لتنفيذ اتفاق الرياض، ولدى الحكومة برنامج طويل الأجل وقصير الأجل لتلبية احتياجات الناس وفي مقدمة الخدمات وترتيب الأمن والدفاع يعني استيعاب المجامع المسلحة سواء كانت عسكرية أو أمنية كل في قطاعه. الاتفاق هو نص على عودة الحكومة، ولكن هناك حاجيات لدى من وقعوا على الاتفاق أو من توسطوا في الوصول إليه. لقد كنا في فتنة، والاتفاق أوقف هذه الفتنة وتداعياتها، وبدأنا يعني بدأت الخطوات على الأرض، ولا ندري يعني متى ستعود الحكومة بكامل أعضائها أو لماذا يعني عاد البعض والبعض لم يعد. لكن فتنة بين من ومن دكتور فيصل؟ فتنة بين من ومن؟ عودة الحكومة إلى إعادة بناء المؤسسات إلى تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بشكل نهائي، وأيضا ما سمعناه من الأخ عيدرج الزبيدي تصريحات في اليومين الماضيين كانت إيجابية إلى حد كبير جدا. دكتور فيصل، هذه الفتنة بين من ومن التي حدثت ووصفتها بفتنة؟ يعني أن هي الجزء من تداعيات الانقلاب الحوثي، ما كان في مجاميع يعني حملت السلاح وحاولت أنها تواجه السلطة وتواجه الدولة وتم احتواء الموقف. لم تدور القضية ولم نذهب بعيدا، هو مشكلة ما بين يعني في طرف محلي حاول أنه له مطالب معينة له وضع معين له ملاحظات معينة تم التوصل معه الى اتفاق، والان اصبح يعني اصبح بعد اتفاق الرياض سليم كامل، يعني الافراد الذين كانوا في الاحزمه الامنيه سيتم استيعابهم في وزاره الداخليه ومعسكرات الدعم والاسناد في وزاره الدفاع، وهم في الاخير مواطنين من حقهم ان يكونوا في هذه التكوينات. يعني المطالب التي خرج بها المجلس الانتقالي وواجه بها الحكومة كانت صحيحة، أفهم منك؟ ما كان هناك يعني كان هناك نوع من التباعد، ما تقدر يعني تشوف فاهم فقط لما ترجع للاتفاق ايش وضح؟ يعني ثلاث قضايا، الجانب السياسي وهو تنفيذ مفردات الحوار الوطني فيما يتعلق بحل القضية الجنوبية وأن تكون الحكومة مناصبة بين الشمال والجنوب، وهذا عشان في الحوار الوطني، وكان الاخوه في المجلس الانتقالي غير قابلين له. الحاله الثانيه استيعاب يعني الملحق الامني والعسكري واستيعاب المجاميع في الداخليه وفي الان، وكانت صدرت توجيهات الرئيس بعد تحرير عدن مباشره في استيعاب المجاميع التي انخرطت في المقاومه. الشق الثاني الشق الاقتصادي، ونحن بحاجة إلى الاستقرار لاستقطاب كل موارد الدولة لإعادة تصدير النفط والغاز وتثبيت الأمن في هذا الجانب، يعني أنه يسهل تنمية موارد الدولة. ما كان في الاتفاق يعني تلك المطالب التي نقول عنها أنها تحققت في هذا السنة أو ذاك. الاتفاق في الأخير أنا أعتبره انتصار لليمن وللوطن وليس للطرف ضد آخر. دكتور سيد المودع، يعني هل ترى من خلال ما يحدث وما يجري أن هناك تياران في الحكومة اليمنية، تيار ليس لديه مشكلة مع المجلس الانتقالي وتيار آخر أو شخصيات أخرى تصطف بمواجهة المجلس الانتقالي، وهذا يعني أحد دلائله وجود الآن أناس في الحكومة هناك في عدن؟ هل الحكومة منقسمة بحد ذاتها؟ يعني طبعا هناك آراء ومواقف متنوعة داخل الحكومة تجاه الانتقالي وتجاه مشروع الانفصالي بحد ذاته، يعني وهناك أيضا خلافات بعضها جهوية بعضها شخصية بعضها سياسية بين المجلس الانتقالي وبعض وبين بعض أعضاء الحكومة.
لكن المنطق طبعا الطبيعي هو أن لا يكون للانفصاليين مكان في حكومة للجمهورية اليمنية، لأن هؤلاء لا يعترفون بالجمهورية اليمنية ولديهم مشروع لتفكيكها. والمنطق البسيط، المنطقة السياسية البسيط، لا يسمح بتواجد هذه المجاميع أو هذه القوى داخل الحكومة أو حتى وجودها على الأرض، لأن هذا مشروع انفصالي، مشروع لتفكيك الدولة، وهذه واحدة من حالة اهتراء الدولة، يعني مظهر من مظاهر اهتراء الدولة أن يكون فيها انفصاليين في مواقع قيادية، أن يتم دمج قوات هؤلاء الانفصاليين داخل الحكومة، وهم أيضا ولا زالوا متمسكين، يعني الآن لن يتم دمجهم بعد أن تخلوا عن مشروع الانفصال، لا، هم يقولوا بأن مشروع الانفصال قائم وبأنهم في طريقهم وأن هذه واحدة من خطوات الانفصال. بمعنى آخر، هم يعني مخططين بأنهم سيدخلون إلى هذه الحكومة من أجل ترسيخ مشروع الانفصال، الذي يتناقض مع أسس الدولة اليمنية. لهذا منذ البداية ما كان ينبغي أن يكون هؤلاء، ولكن اليمن هي تحت الوصاية، اليمن أيضا تحت إدارة هزيلة، إدارة ليست حريصة على الدولة اليمنية وعلى سيادتها وعلى استقرارها ووحدتها، وهذا أمر عرفناه منذ أن وصلت هذه السلطة الهزيلة، وخاصة وكلنا نعرف يعني هذه السلطة هي التي سببت الكارثة الأصلية في اليمن، هي التي أدخلت الحوثيين إلى صنعاء وتساهلت معهم، والآن بشكل أو بآخر تساهلت مع الانفصاليين، ولهذا نحن لازلنا في مسلسل الضعف ومسلسل الهوان للدولة اليمنية، ولا يتوقع من أن تشكيل الحكومة القادمة سيعزز من هذه السلطة، بل على العكس هو سيضعفها أكثر مما كانت ضعيفة. دكتور العواضي، هل ترى فيما ترى على أن يعني كيف يمكن اعتبار أن مسألة الاتفاق مع جهة قامت بحمل السلاح ضد الحكومة والتعاطي معها بهذا الشكل في نهاية المطاف مثمر في سياق أن هناك الآن تكتلات عسكرية أو ميليشيات أخرى قد تأخذ ذات الطريقة في الوقوف بوجه الحكومة اليمنية، بوجه الدولة اليمنية للحصول على مكاسبها؟ ألا ترى أن هذا أمر ومؤشر خطير؟ أخي الكريم، أولا دعني أذكر لك عبد الناصر، المبدع دائما قراءة ناقصة، أو إن دائما عندي قدرة على مس داخل فيه ومس معاينة كل كلام مسجل مثل مثله في بداية الكلام، وأذكره بما قاله بقناة الإخبارية السعودية المؤتمر الرياض، فقط أنا كنت موجودين وعليه يعني أتذكر مكان ذلك اليوم. أما بالنسبة للاتفاق، هو قائم على أساس ما في مستقبل الانفصال، ولا ذكر ولا تدريج قبل، قام على أساس الاعتراف بالمرجعية الثلاثة التي تتحدث عن الجمهورية اليمنية، عن انقلاب، عن مواجهة انقلاب، يعني عن مبادرة خليجية ومخرجة حوار وطني وقرارات مجلس الامن في مواجهه الانقلاب واصلاح وضع ودعم شرعيه. لم يعد هناك مكان خارج هذا يعني لاي منطق اخر. يعني مساله ان يوجد اشخاص بنفس الكلام اللي طرحه عبد الناصر المبدع، الحين عبد الناصر لم يعبر عن راي الحوثيين عندما يقول ان الحكومه هذه لا تنفع وضع الشرعيه والى اخره، هذا هو منطق الانقلابيين الحوثيين. كذلك ايضا هناك من يستفيد بالمال العسكر ويقول لك، لكن عندما يقول احد اعضاء يعني انت تمثل ايضا الحكومه دكتور فيصل، انت بشكل او باخر انت تعطي استشارات الحكومه، لكن في ذات الوقت تقول ان ما حدث في عدم فتنه، اليس هذا مستغربا؟ هذا هذا بعضهم الذين يريد ان يوضح الفرح زي عبد الناصر يوضحها على ان هذا هو المنطق الذي سيمضي. اما بالنسبه نحن لدينا مشروع دولة في مواجهة انقلاب، في مواجهة مشروع إيراني متردد ليس باليمن لوحدها،
وإنما في الأمة العربية بكاملها، وهذا شيء واضح للعيان. ولن يكون هناك يعني إلا يعني الآن اتفاق الرياض حسم طول السلاح، والسلاح الآن جيش الدولة كله تحت جيش الدولة وفي مواجهة الانقلاب الحوثي الإيراني. إذن يعني سأنقل هذا الكلام إلى السيد المودع، لأن يعني هناك حاجة للرد بهذا السياق. الكلمة معك سيد عبد الناصر. يعني الدكتور فيصل ذكر أشياء كثيرة ولم أسمع جزء منها، ولكن ما سمعته بيقول أن أنا أتحدث بلسان الحوثي. أحب أذكره فقط أنه أنا من عندما كان عبد الرب منصور هادي يتآمر مع الحوثي، أنا كنت في داخل صنعاء وطالب بعزل هادي ومواجهة الحوثي. أنا من قبل أن يوجد هادي أنا ضد مثل هذه الحركة، وسأستمر ضد هذه الحركة. وليس الحديث الآن أن من ينتقد عبد الرب منصور هادي هو مع الحوثي، هذا كلام معوج وكلام غير صحيح. لكن هو يقول أن يعني فيما يقول هو يقول فيما يقول أن هذه الحكومة هي ضمن مشروع لمشروع دول المنطقة بشكل عام، يعني هي تأتي في هذا السياق بأكمله، وليس يعني فقط مسألة اعتبارات شخصية أو ما شابه أو مصالح شخصية. يعني الاتفاق مختل، اتفاق منذ الأساس اتفاق غير طبيعي وغير صحي. هذه جماعة انفصالية حاربت بين قوسين الحكومة وطردتها من عدن، ثم يتم احتوائها فيما بعد وتصبح هي المسيطرة. أنا الآن سؤالي للدكتور فيصل، كم ستكون نسبة وجود قوات تتبع الجمهورية اليمنية في عدن مقابل قوات تتبع الانفصالي؟ ستكون عدن والمناطق المحيطة بها متروسة بقوات تتبع الانفصاليين، وبالتالي عمليا نحن بهذا الاتفاق شرعنا للانفصاليين وجودهم، سندخلهم داخل الدولة، سنصرف عليهم مرتبات، أي مسؤول فيها الوزراء الذين سيمثلون المجلس الانتقالي سيتحدثون بمشروعهم الانفصالي، سينخرون الدولة من داخلها. أي منطق هذا؟ أي منطق تقول لي بأن دولة ما تسلم جزء من حكومتها لانفصاليين يطالبوا بتفكيكها؟ أي منطق هذا؟ أي منطق هذا تسمح بأن تدخل قوات انفصاليات تسمي جيش الجمهورية اليمنية جيش احتلال وتدخلها وتصبح جزء من وزارة الدفاع وجزء من وزارة الداخلية؟ هذا هو المنطق المهتري المعوج الذي قادنا إلى ما قادنا إليه، الذي أصبحنا بدون دولة وبدون سيادة حقيقية ولا وجود لشيء اسمه حكومة شرعية. هذه حكومة مرتهنة في الرياض، ليس لديها لا حول ولا قوة، وهي في الأول والأخير أجرة ليس لديهم إحساس بالمسؤولية، ومستعدين أن يقدموا كل شيء مقابل مصالحهم الخاصة. دعني أصيغ ما قلته بشكل آخر وأوجه إلى السيد العواضي. دكتور فيصل، يعني حتى اللحظة لم يتم تنفيذ البنود الأساسية في الاتفاق. القوات التي استلمت المؤسسات الحكومية إلى الآن هي ذاتها قوات الحزام الأمني. ألا يعني هذا بالفعل أن الاتفاق ليس سوى غطاء شرعي لما تم تنفيذه بشكل عسكري أو بالقوة العسكرية في أغسطس الماضي؟ دكتور العواضي، نحن نسمعك، تفضل. اولا يا سيد العزيز، انا كنت اتمنى ان الله حد ما يقول هناك شيء بالنسبه للاتفاق دم. كل هذه انطباعات موجوده في راسه، زي ما قال يعني العالم كله مجمع ان عبد الرب منصور قائد واجه الاحتلال واجه الانقلاب وحوصر في بيته وقتل احفاده واستطاع ان يخرج من صنعاء بمعجزه ويكون التحالف العربي في مواجهه المشروع الايراني، وعبد الناصر المودع يقول لك تآمر مع الحوثيين. من اجل ماذا؟ لو كان متآمرا مع الحوثيين كان زمانا في صنعاء، وان الحوثيين طيب حزب الله. الان ليس موضوعنا موقف الدكتور السيد المودع، وان كان هو موجود هنا وقادر على الدفاع عن نفسه، لكن دكتور العواضي،
دكتور العواضي، دعنا في الاتفاق، أليس إلى الآن هل استلمت القوات الحكومية الجيش الوطني اليمني، هل استلم والقوات الأمنية التي تتبعه، هل استلمت أي مناطق في داخل عدن؟ إلى الآن أنا أتحدث عن الاتفاق بعد 20 يوم تقريبا منه. اسمعني، حراسة المنشآت والآن استلمت 40 موقف، يعني مقر المؤسسات العامة والوزارة وإلى آخره. من استلمت؟ استلمت وزارة الداخلية حراسة المنشآت، ومسألة جنب المجامع التي كانت الأحزمة الأمنية. لكن أليست هذه قوات تابعة للحزام الأمني دكتور العواضي؟ في كشوفات وفي ترتيبات، وسيصبحون جزء من جيش الدولة تحت قيادة وزارة الدفاع وفقا للعقيدة العسكرية التي يبنى بها الجيش الوطني. لن يكون هناك تكوينات داخل تكوينات، جيش داخل الجيش. وأما الحكومة فأحب أن أذكر الأخ عبد الناصر والمستمعين الكرام أو المشاهدين بأن الحكومة اليمنية دائما تقدم برنامج تضامن، لا يقدم أي وزير مهما كانت سلطته برنامج مستقل لوزارته وهو المسؤول عن تنفيذه. يقدم الحكومة برنامجها بشكل تضامني ويسمى برنامج الحكومة، ويوكل إلى الوزراء داخل وزارتهم تنفيذ هذا البرنامج. مثلا وزير يعمل برنامج مستقل ويمشي به يعني طريق مستقلة. ولهذا فأي أي وزير حيستوعب الحكومة من الإخوة في المجلس الانتقالي هو حيكون شأنه شأن أي وزير من مكون آخر، يعبر هنا عن توجه الدولة. حتى ما ذكر الانتباه بأن المجلس الانتقالي سيمثل في المفاوضات القادمة وزن وفد الحكومة هكذا في أي حوارات سياسية قادمة. ما كانت الأحزاب السياسية كلها مشاركة، ولكن ليس بمسماها وإنما بمسمى وفد الحكومة الشرعية. لا، لكن يعني دكتور فيصل، دكتور فيصل في نهاية المطاف أنت نسيت أن هؤلاء، دكتور فيصل، ضمن الوفد الحكومي للمناقشة للحوار مع الحوثيين. وأنت تتحدث عن ميليشيا الحوثي وعن أهمية ما الذي قام به عبد الرب منصور هادي الرئيس أمامهم، وأن هذا المشروع مشروع ما إلى آخره. في نهاية المطاف الحوثيون رفعوا السلاح أمام الدولة اليمنية والحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي قام بذات الأمر، لكن التعامل الذي يعني حدث مع الحوثيين يختلف عما حدث مع المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي الآن بات جزءا من الفريق التفاوضي أمام الحوثيين، مع أنهم كلاهما رفع السلاح أمام الدولة. يا أخي الانتقالي ما قال الله خلقه أفضل مننا وأنه خلقه ما يحكمنا، كان مطالب بحقه خلق سيتم استيعابه في الدولة كمواطن يمني مكايد من الله. الحوثي يقول ما ناقصهم أنهم يقولوا أبناء الله وأحباؤه، هم يقولون أن الله اصطفاهم ليحكمونا وأنهم سادة ونحن عبيد وأنهم قناديل ونحن زنادين. هذا هو خلافنا مع الحوثي، يتحول إلى مكون شأن شأن أي واحد ويعترف بالمواطنة اليمنية وأنه يمني، شأن شأن بقية اليمنيين يتفضل بيننا وبين صندوق الاقتراع، يسلم صراع الدولة ويندمج ويكون ضمن الدولة ويروح بيننا صندوق الاقتراع بعد أن يتخلى عن عنصريته وعن تعصبه السلالي وأنهم خلقهم الله لكي يحكمون غصبا عننا. هل وجه المقارنة بينهم وبين الانتقالي؟ انتقال مواطن يمني لا يدعي أفضلية. يعني طيب أنقل هذه النقطة إلى السيد المودع. سيد المودع، يعني في نهاية المطاف تتحدثون عن شرعنة وجود القوى المناوئة للإمارات وغيرها، لكن الواقع يقول أن هذه المجموعة موجودة، هذه المجموعات موجودة تتمتع بتأييد شعبي واسع، وعسكريا هي قادرة على طرد الحكومة كما رأينا، وقواتها الحكومة وقواتها من العاصمة المؤقتة. إذن ما هي الشرعية التي يمكن الحديث عنها في ظل هكذا وضع؟ في نهاية المطاف الأمر لكل يعني مكون وقدرته على الأرض. يعني هذا كلام لو سلمنا به نحن نسلم أن الحوثي أيضا له شعبية وله أنصار موجود على الأرض، والقاعدة لها أنصار وداعش لهم أنصار،
والسلفي لديهم أنصار وهكذا يعني، وبالتالي نعمل مخضرية ونسميها دولة، وهذا أمر لن يحدث ولن تكون هناك دولة. أما الحديث عن ما قال أن الانتقالي هم يمنيون ومن حقهم، أولا حتى هم أنفسهم يقولوا هم مش يمنيون، يعني يقولوا بأنهم جنوبيين وأن اليمننة هذه أتت عليهم غصب وأنها زيفت هويتهم، هذا من حيث الشكل. من حيث المضمون هم يقولوا معانا مشروع انفصالي. الدكتور فيصل لا يسمع تصريحاتهم، ألا يرى العلم علم وشعار الانفصاليين عندما وقع ناصر الخبجي الاتفاقية؟ ألا يسمعهم يرددون ليل نهار بأنهم انفصاليون وبأنهم وأن مشروعهم حتى بعد التوقيع بأن هذه الاتفاقية هي خطوة في طريق الانفصال؟ هم لا يعترفون لا بمخرجات الحوار الوطني، وأيضا ليس صحيح ما يذكره الدكتور فيصل بأن الاتفاقية ذكرت أنها أن المرجعية في الاتفاقية هي المرجعية الثلاث، ذكرت في الديباجة فقط واستنادا إلى يعني إلى إلى التحالف، هو التحالف هو بيتعامل معها كمرجعية، بينما لم تنص داخل بنود الاتفاقية بأنها مرجعية الحل. هم أيضا يعلنوا ليل نهار بأن مخرجات الحوار لا تعنيهم، ما يسمى الأقاليم لا يعنيهم، وبالتالي عن ماذا يتحدث؟ يقول بأن هؤلاء سيصبحوا جزء من جيش الجمهورية اليمنية بعقيدة الجمهورية اليمنية. أي عقيدة الجمهورية اليمنية؟ هؤلاء يسموا جيش الجمهورية اليمنية جيش احتلال، ولا اليوم يسموه جيش احتلال، كيف سيصبحوا جزء من وزارة الدفاع وهم يسموه جيش احتلال؟ يعني هذا هو التساهل مع أسس بناء الدول. يكون الوضع هذا الوضع الذي وصلنا إليه، هكذا تساهلنا منذ 5-6 سنوات عندما سمحنا للانفصاليين يدخلوا مؤتمر الحوار الوطني، وسمحنا للحوثيين يدخلوا مؤتمر الحوار الوطني. هذا هو الذي أدى إلى اهتراء الدولة منذ ذلك الحين، عندما سمحنا لعبد ربه منصور وزير دفاعه كان يقول الجيش سيحايد، الحوثي بحاصر صنعاء، دخل عمران أخذ معسكرات الدولة والجيش يحايد، وصل إلى صنعاء، ذهب وزير الدفاع هادي إلى التلفزيون يقول للجنود لا نحتاج حرب، الجيش لن يدخل في أي مواجهة، ويقول لي أنه عبد ربه منصور هادي من لم يسلم صنعاء للحوثيين. يعني من سلم صنعاء للحوثيين؟ لو كان هناك رئيس غير رئيس عبد ربه منصور هادي لكان وقف ضد الحوثيين ولكن سمح للحوثيين بأن يدخلوا صنعاء. سيقول لي ما هو الثمن؟ وعدوه بأنهم سيمددوا له في الحكم وبأنهم سيقووا موقفه. اقرأ وثيقة السلم والشراكة، وثيقة السلم والشراكة الذي صاغها هادي والحوثيين وابن عمر، تنص على أن هادي من حقه أن يعين رئيس الوزراء والأربع الوزارات السيادية، وهذا الذي أغراه هو طمع بالسلطة، ولهذا سمح لهم بالدخول إلى صنعاء، لكنهم انقلبوا عليه، وهذا لا تعتبر بطولة عندما انقلبوا عليه. جريمة الأصلية أنه أدخلهم إلى صنعاء، وهذه هي الجريمة الأصلية الذي ينبغي علينا كيمنيين أن نحاكم كل من أدخل الحوثيين إلى صنعاء، هو المسؤول، هو المجرم الأصلي، هو المجرم الأصلي لما حدث في اليمن منذ 5 سنوات الذي أدخلهم إلى صنعاء. ينبغي أن يكون هناك تحقيق شفاف يحاسب ويحاكم كل من تورط بإدخال الحوثي إلى صنعاء، هذه هي الجريمة الأصلية التي علينا أن لا نهرب منها. طيب يعني حتى لا نخرج عن صلب اتفاق الرياض الآن فيما يتعلق بذلك، أسألك دكتور العواضي بوضع الاعتبار لما تفضل به السيد المودع، يعني بحسب وجهة نظر كثيرين من خرج منتصرا في نهاية المطاف هي السعودية، هي الرابح الوحيد من هذا الاتفاق، لأنها الآن كرست سلطتها كطرف متحكم بجميع الأطراف اليمنية وعلى الأرض. لماذا تستمر الحكومة في تقديم المصالح السعودية على مصالحها ومصالح شعبها؟ طبعا هذا شيء يعنيكم أنتم انتقلت بالجيش، لما كنت تكون موقف مثلا من الشرعية أو من السعودية لأنها موجودة عدوكم الذي طبعا ليس هناك موقف من أحد، ما ننقله ننقل كلام يعني الشارع، ليس هناك موقف، أنا نقلت هذا السؤال من 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 الشارع. تفضل. الآن عفوا أنتم تتحدثون بما لا عكر، ما هي الانتخابات التي حققها الانتقالي؟ النظام القوى المسلحة في وزارة الدفاع والآن تتفرغ لمواجهة الحوثي، هذا انتصار انتقالي
حضر الناس أعلنت المناطق الشرقية أعلنت تكريمها والسدى أعلنت تكريمها في بعد توقيع اتفاق الرياض. يعني أنتم تقرؤون الأمور قراءة، يعني سؤال لك عبد الناصر، أو أنتم تقرؤون يعني تريدون أن يعني تعبروا عن قناعتكم وتفرضوها على الآخرين عبر الخطاب الإعلامي الموجه. نحن الآن أمام خطوات في اتجاه ترتيب البيت الداخلي بيت الشرعية لمواجهة الحوثي. وعلى الله عبد الناصر أنا لا أريد أن أناقشه، قل له يقول لي كم كان الجيش اليمني، جيش من الذي كان يدافع عن صنعاء؟ ألم يكن جيش علي عبد الله صالح، جيش النصرة العباسية وسلموا للحوثيين؟ ولم يكن مع عبد الرب منصور عندي مقام الانقلاب 3000 جندي في مواجهة 150000 جندي من الحرس الجمهوري مجهزين بكل انواع الاسلحه. لا خلال يعني نرجع الى غباء مدفوع العمار نقول عبد ربك الرئيس الجمهوريه. الرجل حاول ان يحقن دماء الاعلاميين بشتى الوسائل على اساس ان هناك مؤتمر حوار وطني، سيخرج مؤتمر الحوار وسيعاد بناء السلطه بكل مكوناتها على وفق حريه الحوار الوطني. تم قرضه المشروع كان يستهدف اليمن، يستهدف الجمهورية، يستهدف الأمن القومي العربي. ما كانت الأمور يعني بتلك البساطة اللي ممكن نقول أنه عبد الرب تساهل وعبد الرب سلم وكان بيد القوى الكافية اللي قادر بعدها. هذه حقائق أصبحت. طيب ما هي مصالح الحكومة الأولى دكتور فيصل؟ ما حدث في اليمن دكتور العواضي، يعني بداية يجب التوضيح أن إلى أن دكتور العواضي هل تسمعني؟ يعني يجب بداية التوضيح إلى أن قناة بلقيس متاحة للجميع لأن يدلوا بدلوه، كما أنت موجود، الآخرون موجودون أيضا، والدكتور والسيد المودع موجود وآخرون، واستضفنا من المجلس الانتقالي ومن الحوثي ومن غيرهم لتوضيح الآراء، لأن في النهاية ما يهمنا هو اليمن والإنسان اليمني. لكن على كل حال أنا أسألك الآن بالنسبة للحكومة اليمنية، هل مصالح اليمنيين هي الأساس أم الأمة والمصالح السعودية وإلى آخره؟ ما هو الأساس بالنسبة للحكومة اليمنية؟ أنا أرفض الإجابة على السؤال لأنه سؤال باطل، سؤال باطل. يعني السعوديين ملان عدن جالسين هم يشتروا الكهرباء، هم اللي يشتروا الماء، وهم اللي يستفيدون من مشروعات الجوز الحكومة. عفوا. كما تريد. طيب أعود إليك سيد المودع، سمعت ما تفضل به الدكتور العواضي. في نهاية المطاف يعني لنكن واقعيين، الحكومة محاصرة بشكل كبير، استلمت تركة ثقيلة جدا منذ أيام صالح، وأيضا محاطة بمطامع كما يبدو. ألا يبدو أنها المعذرة أنه منطقي أن تسعى لتحقيق أهدافها بأقل الطرق صدامية كما يحاول على الأقل رئيس الوزراء معين عبد الملك القيام بذلك؟ يعني أولا ما هي أهدافها؟ يعني هل أهداف الحكومة أنا كيمني هل من مصلحتي أن أدمج الانفصاليين، أن أجعلهم داخل الحكومة، أن أقوي مركزهم؟ أيضا الآن الحديث بأن هذه الحكومة ستلتئم وستصبح القوات المجهزة وسيتم إعدادها لمحاربة الحوثي، هذا الكلام غير صحيح، لأنه عمليا المعركة ضد الحوثي التي قادتها السعودية هي في أيامها الأخيرة بالشكل الذي كانت عليه لسوء الحظ، يعني بعد 5 سنوات من الحرب. الآن هناك مفاوضات بين السعودية وبين الحوثيين، وهناك انسحاب إماراتي واضح من محاربة الحوثيين. يعني الإمارات أعلنت بشكل واضح بأنها لن تحارب الحوثيين في بيان بداية الشهر هذا، عندما انسحبت أعلنت انسحابها من عدن، قالت بأن قواتها هي فقط لمحاربة القوى الإرهابية، يعني لم تذكر الحوثي، وهذا أمر واضح جدا، بمعنى أن التحالف انتهى. السعودية أيضا وهي الآن تتفاوض مع الحوثيين، وهناك وقف إطلاق نار جزئي. السعودية الطائرات لم تعد تغير على صنعاء وعلى كثير من المحافظات، واكتفت المعارك فقط في مناطق الحدود. وهناك الحديث عن اتفاق قريب بين السعودية وبين الحوثيين بشكل أو بآخر. بمعنى آخر هذه الحكومة هي ليست في عدن لتنفيذ أهداف
تخص الشعب اليمني، هي أتت لتنفيذ أهداف تخص السعودية، تخص الإمارات، تخص ربما أشخاصهم هؤلاء المستفيدين من هذا الوضع الذي نسميهم وزراء أو رئيس وغيره. لكن في حقيقة الأمر لا أعتقد بأن هذه الحكومة هي حكومة ستفيد الجمهورية اليمنية، لا هذه الحكومة الحالية ولا الحكومة الذي سيصبح جزء منها الانفصاليون. وبالتالي الآن نحن في مفترق طرق حقيقية بعد الاتفاق وبعد ما حدث من تغيرات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي. هناك الآن يعني خطوط عريضة لمرحلة ما بعد الحرب، ما بعد الحرب بهذه الشكل. لسوء الحظ الحرب هي لن تتوقف، حتى لو توقفت هي ستنتقل إلى مربعات جديدة ربما تكون أسوأ من المربعات السابقة وآثارها أشد إلى منع على الشعب اليمني. شكرا على تواجدك معنا المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عمان. وكذا الشكر موصول للدكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام، كان معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.